منتابع حلقتنا معكم مشاهدينا مع فقرة واتس كوكينج مع شيف شربل صافي. معجوق كثير اليوم شيف، مش ملحق هيئتك خابصة. شو عملنا؟ شي طيب؟ شكله شيء أكل معقدة. بتاخذ وقت؟ بتاخذ وقت؟ معقول؟ لا لا، اليوم قلت لي عنا ستيك، ستيك مع بارميزان. صحيح. لا مالي، خد وقتك، ما عندنا مشكلة أبدا. خد وقتي، رح أخذ وقتي. ستيك مع بارميزان، خد وقتك قد ما بدك، بس مهم إنه اليوم غدا شي طيب. أكيد شي طيب، معقول مع شيف شربل صافي ما يكون طيب؟ لا 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 لا، ما فينا. لكن شو عملنا؟ شو بدنا نعمل اليوم؟ بدنا عاملين اليوم، رح نعمل صوص من الشامبينيون. اوكي. اكيد الفطر الجيب، انا الفطر الاسمر مش البورتوبيلو، الفطر بتعرف الفطر الابيض وفي الفطر الاسمر. اوكي. رح نعمل نشوي طماط سوريز معهم بالفرن مع قصين ثوم وزيت زيتون. الصوص رح تكون مؤلفه من مرقه العجل مع الفطر مع الرومارين مع الكابر مع البارميزون بقلبها. من بعد ما نشوي الستيك ونحطها، بنحط الصوص عليها، شويه تروكا على الوجه، شوية بارميزون على الوجه، شوية طماط سوريز على الوجه، هيك شو بيقولوا؟ قبلت، خلص قبلت. بتعطي طعمة، ايه لا، لا. يعني اليوم شي كثير. اليوم أكلتنا. عن جد اليوم شي كثير، واو. وأنا دغري بجوي حالي قبل ما بلش، ما بعرف شو عملت. ما بعرف. يلا، هيدا على الركض. معلش، حلو أوقات هيك يكون بعد ما بلشنا طبخ. بعد ما بلشنا وهيك. ايه ايه ايه، صحيح صحيح. يلا خليكي 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 محلك. يلا لا يلا، لكينا كل هالمكونات اللي ذكرناه هون. نحن رح نعمل الستيك، رح يكون في صوص، صح؟ رح يكون في الخضره بالفرن. مزبوط. عامل انا بطاطا حلوه. الستيك منه بالفرن. لا 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 لا، عامل انا بطاطا حلوه، حطيتها بالفرن مع زيت زيتون، حسين ثوم، شويه ملح، شويه بهار ابيض. هودي اكثر شيء، يعني ما بدنا نحط لها اكثر للستيك لانه هي لحالها لحالها طعمه. صحيح صحيح، البطاطا الحلوه هي لحالها طعمتها رائعه. يلا خلينا نبلش طبخ. يلا شو عندنا على النار هلا؟ انا هون عامل المرقه. صحيح المرقة. صحيح. يلا شوفي شو راح اعمل انا هلا. بدي اجيب صينيه، بالاحرى صينيتين، واحده للستيك وحده للبندوره الكرزيه. يعني شوفي شو في عندي اشياء بدنا نشويها. بدنا نبلش نحط القصص بالفرن. بالفرن صح. الاشياء اللي بدها وقت. صحيح نبلش صحيح. فيها بالفرن. عندي البندوره الكرزيه بدي احطها هلا، اخلطها تبلها، حط لها هيك بس حس ثوم واحد. اشتقنا لهالوصفات بتعرف؟ ايه. فوق اجمالا نعملهم اكثر بالشتة، بس انه ليش؟ لا لا، ستيك بالعكس، ستيك صيفية شتوية بتشتغل دائما معنا. بلاك بابر، حط ثوم واحد، ثوم واحد، ايه بس تعطيها هذا، تعطيها سبب. شوية بابر، شوية رومارا ورومارا بقلبها. اوكي، شوية سوري الاوريجانو، زعتر بزيادة، أكثر من هيك. وزيت زيتون؟ ما بدنا، وزيت زيتون طبيعي. ملعقة. تبلهم كلهم هيك بزيت الزيتون. تتبيلة خفيفة على السريع. وعلى الفرن بس لمجرد هيك تتبل البندورة وتاخذ الطعمات مع بعضها. صحيح 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 صحيح. هي هيك لحالها تطلع روعة. يلا حتى بالفرن هنا، وانا بوقف فوق الفرن دغري دغري دفى. هلا بدنا نبلش نحضر الستيك. يلا يلا نقلي زيت. هلا هو الستيك بحد ذاته اذا اللحمه عن جد طيبه ما بده كثير نكهات معه. بالفعل على طول بنحكي انه الستيك ما بدك تحطي له. نحن حاطين كثير نكهات، هو كلهم شو؟ لا الصوص، يعني عم تعمل ستيك مع صوص، بس أوكي. ما بنكتر سبايسز لانه بدنا نخلي هالطعمات كلياتها سوا مع بعضها تتفاعل، وما نغطي على طعمه اللحمه. بالنهايه لما نقول ستيك بدنا نضلنا مستطعمين باللحمه، ما نخلي هالتوابل او هالخضره تطغي على غير على الطعمه الاساسيه اللي هي طعمه اللحمه. وهون ثاني ميل رح نبلش نحضر المشروم. مشروم سوتي كمان زيت زيتون. لكن عم نشتغل اون باراليل، عم نعمل هون المشروم سوتي.
نحن كانوا كنت عم شوف مرقه اللحمه سميكه شوي معقده، كيف عملتها؟ ايه صحيح، انا جايب دومي جلاس، دومي جلاس بنعمل دغري. هي اكيد بتعقد حالها بحالها طبيعي. يلا وانا خليني اجيب قطعه اللحمه مغطيه مرتاحه فيليه مثل ما هي. ليكي لونها كيف هو زهري، هيدي نتيجة انه اللحمة جودة عالية ومرتاحة، دايما بقول انه اللحمة جودتها عالية ومرتاحة. هيدا أهم شيء، انه تكون لحمتنا ارتاحت، كبت هالدم يلي موجود بقلبها، فضل فيها العصير، هيدي أهم شغلة. هون خلينا نشيل الشقفة منها هيك تنقدر نحطها كلياتها سوا. نحن الستيك تبعنا رح يكون سميك. ايه بدنا نقصها، بدنا نقصها ترونشيت ميدايون ونرجع نحطها. يلا هلا بنحطها كلها هيك مثل ما هي. كلها قبل ما نقص. لا 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 ما بدي قص. ما بدي قص ابدا. طب ما هيك بتستوي ابطا، ما هيك بهذه الطريقه بتستوي ابطا بس بتضل اطرى، يعني بس تريحيها ترجعي تدخليها على الفرن وتشيليها تتركيها ترتاح بحدود الخمس دقائق بتطرق اكثر بكثير، لانه على طول اللحمه بس بعد ما تطبخيها بدك تشيليها، ان كان على الجريل ان كان بالفرن ان كان على منقل الفحم. اذا شويتيها اربع دقائق بدك تشيليها تحطيها على مصفايه على جريل وتغطيها بورقه الومنيوم اربع دقائق. اوكي بتطرق اكثر بكثير من ما دغري تشيليها وتحطيها دغري على الطاوله وتستخدميها. يلا ناخذ وقفه سريعه ونرجع بنتابع مع وصفتي. عودة لكم مشاهدينا مع شيف شرب الصافي. شو وضع اللحمة؟ عادي لكن قلنا طمني. لا لا روعة. يلا شو هالزبدة للحمة؟ أكيد أكيد شوية زبدة. لا كثير زبدة، لكن قلنا نحن ما قصيناها قبل كرمال تطلع قطرة. إيه صحيح صحيح، بس كيف بدنا نضمن إنه استوت من جوا خصوصي إذا نحن بدنا إياها؟ هي ما بتستوي، بدك تحطيها. بدك تجاوبني هيك. بدك تحطيها 20 دقيقة بالفرن. من بعد ما تقليها وتحطيها 20 دقيقة بالفرن ل 25 دقيقة بتكون طلعت ويل دان. بس هيدي بنكون عم نعمل احنا مجزرة بحق اللحمة. أنا عارفة هيدا هو جوابك. إهانة للحمة. بعتذر لحمة. اللحمة ما بتتاكل ويل دان. لازم تدلها ويل دان. ويل دان؟ اليوم قدمنا اياها والدم 100 جم دم. لا برجع بقول اللي بيدل بقلب اللحمه، منشان هيك بنحكي على طول دائما انه اللحمه ما فينا ناكل اللحمه طازه ونعملها رير، اكيد غلط. أكيد. يعني الكل مجربها هيك واكيد متضايق منها لانه اللحمه بعدها معبيه دم، اللحمه كلها شرايين. صح. شرايين معبيه دم، منشان هيك بنصفي اللحمه نتركها تروق ينزل هالدم كله منها ليصير لونها زهريه مثل هيدي، لبل يبلش يصير منير لونها للرمادي. رمادي مش غلط، رمادي هو نشفة اللحمة، مثل ما بتشوف الدراي ايجد ميت لونها رمادي اللحمة. أوكي. اللي بيقوم جفتينا. سو من بعد ما هيدا من بعد ما نتأكد منها انه خلص صفت دميتها، ساعتها بنقصها بنعملها ميديوم رير، بنعملها رير بناكلها، بدل فيها العصير بيظهر منها الدم. سو هون بننبسط فيها طرية، البادي تبع اللحمة موجود بتذوب ذوبان، بتذوب ذوبان صحيح، والطعمة بعدها موجودة بس مش لحمة طازة بنحطها على النار وبناكلها رير وبتكب دميتها بالصحن ومنظر، يعني أصلا أوريدي المنظر مش طيب. مش مستحب. طيب. بقى على طول كل شيء له. نحن مع المشروم حطينا بس زيت لهلا. إيه المشروم حطينا زيت، حطينا زيت، حطينا زبدة. أوه. هون اللحمة هون حطينا زبدة، حطينا ملح وبهار أبيض. صحيح ليكي هاللون، يعني انا بالنسبه لي هون انا خلصت، انا هلا صفيني صفيني شوي كرمالي. لا لا رح تحط على الفرن كرمالك، رح تحط على الفرن. يلا صوص، خلينا بلش نحضر الصوص. لكن عندي هون انا الدومي جلاس، بدي اجيب هلا نعمل خلطه تنضيفها على الدومي جلاس اللي هي بدنا نحط. يلا ماشي الحال ماشي الحال. عندي كاب، عندي
بس الكابر قليل لنشوفه مع اللحمة. بيلبق بيلبق بس مش بكمية كبيرة أكيد، بيعطي بيعطي طعمة طيبة. زعتر أوريجانو بقلبها. عندي كمية من البارميزان تقريبا بحدود ال 100 جرام من البارميزان بقلبها. هيدا المطرح الوحيد رح يكون فيه بارميزان؟ لا بعد ما نحط عليه شوية زيت زيتون، اكليل الجبل، عم بقول انا هي اهم شيء الرومارين. نطحن بدنا نخلي شقف، ما بدنا يصير كثير بيست، بس اهم شيء ناكد انه الثوم انطحن، اكليل الجبل انطحن، بس يضل كمان شقف. والكعك صحيح، يلا روعه. اوكي تمام، هيدي هون الخبريه كلها بهيدي الصوص، اللعبه كلها بهيدي الصوص. اوكي هون. حتى المقادير يعني والكميات بتفرق. ايه طبيعي هون. طبيعي مثلا ما فينا نكتر كثير رومارين، لانه الرومارين يعني هي بمرمر طعمته حد كثير قويه. هلا بنضيفها على الدومي جلاس. الدومي جلاس روعه. يلا الفطر مثل ما لاحظتي استوى مزبوط، محركة كلها يتساوى مع بعضها. بتشد أكثر الصوص. مزبوط مزبوط مزبوط. أوكي خلي نزيح الزبدة، ما بقى عندي استعمال للزبدة. خلي هون حدي لحمة 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 روعة. لحظة الشغلة باللحمة كيفية هلا لما شلناها، لحظة كيفية عاملة الشيب هيك، لأنه مشنج اللحمة، مشان هيك ممنوع ناكلها دغري. اوكي. لما نحطها على المصفاية ونريحها نغطيها نتركها سخنة ونريحها، بتكب كل شيء فيه خواص من قلبها بترجع بتطرى بترتاح. سو على طول ريحوا اللحمة من بعد ما تطبخوها، ما تشيلوها دغري وتحطوها دغري على التقديم. صح. حتى لو كانت مقصوصة ترانشات ميدايون كمان بدك نكون عم نريحها. حكما 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 اصبر، ما فينا نعمل شيء ثاني ابدا. هيدا عم نعطيكم اكيد التبس المضبوطين للحمه، الاصول يعني كتالوج اللحمه هيك لازم تصير. يلا هون مثل ما بنحسب عندي تارك شقفه بارميزون انا على الفرن. هلا اذا كرمال يلي بحبها ميديوم مرير يتركها هيك، ما بدها فرن. اللي بحب يسفيها للميديوم ميديوم ويل اكيد يضيفها يحطها، لكن ما فيها ابدا كثير لايت هيدي الاكله. مثل ما انا بحبها على القلب لايت. اوه تومات سوريز خلصوا، يلا خلينا نشيلهم هم بياخذوا كثير وقت. ليكي لونهم ليكي لونهم. واو روعه. شوفي شو بدك شو بدك شو بدك حايص اليوم، حابينك الشباب كثير، هات الاكله على ذوق اليوم. بس الشباب على طول ولايم هلا شيك بيقولوا ولايم. ايه يلا خلينا نركز على الصوص، لكن اللحمه صارت بالفرن. البطاطا الحلوه اللي حاطتها كيفيه ما بدها كثير استوى، ما هي مثل البطاطا أصلاً العاديه. توماس سيريز كمان صحيح. شو حطينا بس ثوم معه ذكرني؟ حطينا بس الثوم ملح بهار ابيض بس. اوكي بس ايه ايه ما بدنا اكثر من هيك. يلا شامبينيون بنضيفها فوق الصوص كمان. اوكي نتركها تغلي مزبوط مع بعضها، نكهة البارميزان، الثوم، اكليل الجبل، الفطر هلا قليناه مزبوط، الفطر على طول بنقول قلوه مزبوط تيصير لونه كراميل، يعطينا طعمة غير هيك ما بيعطينا طعمة. صار كله عندنا ريدي جاهز، وعندي هلا بعد نحضر قصة شو بعد عندنا؟ تقديم الطبق. أهم شيء بريزونتاسيون. والله عليك شو سريع. إيه؟ أنا هيك طبق مشروع بالنسبة لي. مشروع كل قبل الظهر يعني. ايه اكيد مشان هيك نحن بنقول انه اللي شغلته الاكل اكيد انه على البراتيك على البراتيك وعلى الشغل طبيعي معودين صرنا. بدنا ندوق الصوص قبل كل شيء. شوف بدنا نسبه ملح، هي الدومي جلاس اصلا مالحه شوي يعني نحن ما طبيعي زدنا. طبيعي نحن حطينا مع البارميزان ملح؟ لا لا، ما البارميزان مالحه ايه والدومي جلاس مالحه، ما نتاكد منها.
روعة. طيب رح ذوقك رح ذوقك. هلا بدوق دغري مع الستيك. شو عم تزيد بهار؟ بلاك بيبر البقلة. بس اللي بيهمني طعمة الكابر واضحة؟ طيب وأكليل الجبل. هيدي أهم شيء بهالأكلة هيدي. يلا شوي بزيادة. هلا بعد عندي تتعودوا علي. عم يهتموا فيك اليوم. قلتوا لي أعصاب. أوب 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 أوب. الروايح رح نرجع نعيد هيك على السريع شو حضرنا، اوكي؟ لكن جبنا الفيليه، الفيليه لازم تكون اكيد مثل ما حكينا مرتاحه مصفيه دميتها مزبوط. قليناها هون على كل الميلات تقريبا بحدود الدقيقتين على كل ميله لتشقر مزبوط. ضفنا عليها شويه زبده، ملح، بهار ابيض مش اكثر، حطيناها بالفرن. شوينا بطاطا حلوه مع ملح بهار ابيض، حسين توم كمان بالفرن بحدود العشر دقائق، بدكم بحدود ال 500 ل 700 جرام اذا بدكم فيكم توصلوا للكيلو بطاطا قد ايه انتم بتحبوا، لانه هي جرنيتور منا ضمن الريسيت دو باز. التومات سيريز بحدود كمان ال 300 جرام، حطينا لهم رومارين، حطينا لهم زيت زيتون، كمان حص ثوم واحد، شويه اوريجانو، ملح بهار ابيض، فوتنا على الفرن خمس دقائق. هون عم نعدل الثور تبع البندوره مع الحلى تبع البطاطا الحلوه. مظبوط صار عندنا جارنيتور منوع. صحيح صحيح، واكيد الاروم يلي اعطيني هون اياها. الصوص، الصوص كل اللعبه كمان بالصوص، دوني جلاس، طحنة بارميزون مع ثوم مع اكليل الجبل مع شوية رومارين مع تقريبا بحدود الفنجان ونص او فنجانين من الكابر قد ايه انتم بتحبوا نسبة الاسيديتي، طحنيهم مع بعضهم مع شوية زيت زيتون، ضفنيهم على الصوص، رجعنا عملنا المشروم سوتي على فرمال، زدناهم عليها. هلا بالاخر بعدهم عم يغلوا، قد ايه وقت نتركهم؟ مبدئيا خلصناها يعني ما بقى بدها اكثر من هيك، هلا بس بدي اضيف عليها الكريمه لانه شدت عقدت حالها بحالها، هلا بدي اضيف عليها الكريمه. فيكم توصلوا لهي المرحله ما تحطوا كريمه؟ ما نحط، لا بس اطيب مع كريمه انا بحس. ايه انا بفضل لا. لا انا بفضل لا، بس انه انت بتفضل بلا الكريمه؟ ايه بفضل بل طعمه الدوني جلاس موجوده اكثر، بس منا اثنيناتهم طيبين. اخفف ومنحط شوي اخفف على المعده. هلا بدنا نخفف بهيدي الكبايه الكريم، كل شيء حاطين كل شيء في زبده بال وقفت على الكريمه عن جد. طيب شو بعمل؟ انا بحب الدسامه، بحب الاكل الدسم. يلا خلصت الصوص روعه. خليها قد ايه لازم تضل اللحمه شده شوي بال، لا انا بفضل يعني نشيلها خلاص، انا بفضل نشيلها حرام. هلا بعدها من جوا ما بقى في ريسك تبقى مي او شيء. لا لا اوريدي خلص المي نزل منها، هلا بس بدنا نقصها، بده ينزل منها عصير طبيعي، بس انه بالنهايه خلص وصلنا لمرحله انه بس بدنا نقدمها بالطبق، من بعد ما نريحها ونقدمها بالطبق بدها تكون كبت كل هالخواص، بس نحطها بالطبق ما بقى يعمل زوم، ما بقى يعمل دم. وهلا حتى وقتها نشيلها بدنا بعد نريحها دايما على دايما دايما دايما. هلا نحن رح نشيلها نقصها ونريحها، اوكي؟ روعة الصوص روعة. شدتني. ايه شدتني. هلا انا بفضل كنا نترك شوي بعد الدومي جلاس تعقد حالها بحالها افضل، وما نحط لها النشا، بس اذا لقينا حالنا انه مستعجلين مثل ما عملت انا هلا بعملها مثلي، نكزة نشا صغيرة بتشدها كلياتها سوا. يلا هون كل الاشياء ما بقى بدنا اياها. لكن ستيك استوى اكثر من هيك حرام 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 والله، صدقون وحياة الله. خلص اوكي على ذوقك عم ناكل اليوم. واو شو هلا انا هون قدام الكاميرا مش قادره اعبر، بس شوف الشباب ورا الكاميرا كله رح يموت. ايه واو ايه استوى بزيادة بزيادة، اللون، الريحة، اللمعة، كلها سوا كلها سوا على بعضها حلوة. هلا منقص منقص ومنغطي، اوكي؟ فرجيني من جوا. لا كثير منيحة روعة. هيدي كويسون مضبوطة للستيك، اوكي؟ هلا اللي بده حلو بالفيليه انه اللي بيحب ياخذ
ياخذها شوي مستويه، ياخذ من الاطراف لانه الطرف رفيع. مزبوط. واللي بحب ياخذها ميديوم ميديوم رير بيقدر ياخذ من النص لانه غير كويسون. هيدي الشغله الحلوه بالفيليه. بينما انا على طول بقول انه انا ما كثير بحب الفيليه بالاساس، يعني بحب اكثر اللحم المدهنه، يعني الانتركوت. بحب السيربلوين، يعني كل شيء فيه فات اكثر اطيب. بس الفيليه مستحب كثير لسببين، انه فيليه على طول عضله ما بت لاحظتي كيف نزلت كل الدم هون؟ اوكي اوكي، هيدا نحن رح نقول عنه دم بس هو جوس، هيدا عصير لانه اوريدي اللحمه مرتاحه. سو هودي اللي عم ينزلوا منها هلا عم تطرى اللحمه. هون هيدي يعني انا لازم بهالمرحله اتركها 4 دقائق، لازم تتركيها باربع على 4 دقائق مغطاية مغطاية، بتغطيها بورقة الومنيوم. ايه صحيح، تدلها سخنة، يعني نحن لسبب معين انه بنخليها مغطاية، لسبب معين انه بدنا هاللحمة تدلها سخنة وتطرى. سو من هون بنرجع بنقدمها، بنقول عن جد اوف قديه طرية اللحمة. سو طريقة القص تبعها كمان كثير مهمة، انك تقصيها بعكس الالياف، بعكس ال اكيد الالياف تبعها يلي هن بتعرفي الزياح، يعني عكس الزياح لانه بتعرفي الالياف يعني مثل الربيش. سو بنقصها بالعكس، كمان هي بتطري 4 مرات، ريحتها بتطري 4 مرات. سو بنكون عندنا لحمه طريه على الاخر، بتذوب دوابه سوبر 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 طريه، بتصير رائعه جدا، فينا نقدمها دغري. يلا هلا شو بدنا نعمل؟ نحضر الكاسو بس شوي ولا بدنا نغطيها؟ يلا بدي اغطيها ورقه زبده، اتركها هيك هيك بتدلها لحمة سخنة. أفضل إنه تحطوها على مصفية تما تدلكم تعملوا الطريقة اللي أنا، يعني على جريل فلات جريل، هيك بتنزل هاللحمة هالخواص كلياته سوا فلات جريل على صينية، هي بتصفي اللحمة ترتاح 5 دقائق 6 دقائق، بنقدم طبق روعة. يلا نحن صرنا دان. بتحب هلا ناخذ بريك؟ ناخذ بريك، انا بكون عم ريحها دقيقتين متى نرجع نبلش نقدم الطبق. اورايت، لقينا بريك وبنرجع. هاي رانيا. الو طبعا. هاي شيف ريحة بطير العقل بالاستوديو، كثير بتشح شيف شاطر اليوم في اي بي الاهتمام. عصر الستيك هلا شربل، يعني بتشوف كل المطاعم صاروا عم بيعملوا ليست للحمه وما بعرف شو القصه هاي درجه كثير هلا صار كل العالم زويقه باللحمه وبتعرف دائما صار كلنا عنا اللحمه. انا بدي اشكرك لانه عن جد بعرف دايما هيك يا بيطلع لي شوكه لوقه يا بيطلع لي سكين بالمقلوب مصوب علي بس لتشوف. انا برايي ما كثير ننتقد اليوم لانه هيدي الاتيكيت تبع المطبخ هيك بتقول. مش معقول شربل طيب بس ما فهمت ليش مصوب لي سكين صوبه يعني. ليك رانيا ليك ملا بلاتو عمل بربع ساعه. انا برايي ما ننتقد هيدي مزحه ما بقعد يطلع لنا شيء طيب دايما من وحق انه هلا عم تتلج على الجبال عم يلا بزياده طبق اليوم بده واين هيدا طبق تلياني بامتياز طبق تلياني بارميجان ومع البارميزان روكا كل خبريتها طب ما بليز هيدا بده صوره اليوم وجع قلب شو هالقد رانيا كثير ميرسي بدي اتشكرك على المعنويات ايه. ليه شربت لحظة من أول ما أجت اليوم أنا الشوكة يلا أنا دايما معنوياتي عالية يا لورا بعكس وقت ما عم تقولي أنت أصلا على طول بتعطي هيك بوزيتيف فايبس رانيا وين ما كنت هذا الشيء بكفي بكفي شرب إناف 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 بدي أحط لي جارنتير بعد إناف 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 عندنا حلقة يا صوص اه يطلع لي توم فيها؟ لا ما شلتهم التومين؟ فيها ليش عم تنقزني؟ فيها حبة واحدة ما بعرف إذا حتطلع لك رح تطلع لك هات لنشوف
لا وحياة العذراء. لا 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 لحظة 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 توني لحظة 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 لحظة. عن جد مش قصدها، عن جد ماني قصدها طلعت. طيب مش معقول. عن جد. I attract توم. كثير. والسكينة اللوقة والشوكة المتعوزة. هو هيدي من كثرة المحبة. بتعرفي هيدي ساين اليوم بدك تقعدي. هيدي من كثرة المحبة يا توني. ايه صحيح. صحيح. بيعملني بطريقة سبيشل. صحيح. يلا مع سكين ليكو الاهتمام. لا معقول مستوية شوي ما بيأثر ولا بتوثق فيي؟ ما بيأثر بوثق فيك. يلا حط لي أطيب شقفة أنت بالنسبة لك. هيدي لا شلتها هلا. هيدي أطيب شقفة. ميرسي ما بعرف ليش حسيت بأخذها من جواب. ما تسألوني ليه بتجنن شربل يعني. فينا حتى ناخذها من دون صوص؟ من دون صوص فيكي. الستيك مثل ما بقول انا على طول انه حتى الصوص اليوم ما يكون فيها الكابر او لا. انا على بالي ذوق الصوص فيك الكابر. شو الطعمه طلعت فيك؟ مش معقول شو طعمه. انا حاخذ شقفه. شكرا شيف. شكرا خلص مغفوره لك خطاياك بالسكاكين والشوك والوايرلس. ما قلت لك طولي بالك في اشياء بتعود بعد عاملين اليوم اشياء بتعود. يمي من اطيب الطعمات الصوص والستيك اللي ضيقتها. قديش طريه لك بالك بسكين تقريبا لازم يكون في ستيك نايف بهيدي السكينه. عم تحسي انه انا ما قلت شيء عن ستيك نايف. ما قلت شيء. انت النايف العادي ما عم بزبط معي. ثانك يو شيف. ليك كيف طلع دغري صحتين. لا طبق اليوم عن جد كثير. يلا عنا ضيوف كثير بالاستوديو رح نختم. يلا استرعوا لنا شوي بالبروسس. يلا لكن ثانك يو شيف. تحتين رانيا مشاهدينا بريك ومتابع باقي الفقرات من بعده. انا بشوفكم بكره. بدك ليك شرفت.